تيست تيست الميكرو الله الله تيست تيست هاتي سعاد تكلمي خالتي حنا الو تيست الميكرو الله الله تيست الله خدام. السلام عليكم. وقبل ما ننسى الاخوان قبل ما ننسى الله يجازيكم بالخير راح عطيت واحد الحلقه في لاشين ديالي الثانيه اللي هي سفيان شو. المهم دخلوا تلقاو لي لتحت في الديسكريبسيون ولا دخلوها هي السميه ديرو غير سفيان شو وغادي يخرج لكم الحلقه نتاع ملوك جمال المغرب. واحد الحلقه سبعه عطيت شاب عزيوتات وشاب عز انا بعدا صافي انا فشلت داك الزين اللي شفت في دوك الفيديوهات القطه غير سمحوا لي الا مشيتو بقيتو تسمعوا شي تخبيش القطه ما نضربها واش نضربها ما تبغيوهاش. وما تنساوش تجيو عندي الانستغرام ها هي وكذلك الفيسبوك هو فيسبوك تما كتحطوا لي لي فيديو اللي كديروا عليهم الرياكشن او الترولات او اي حاجه كنديروا عليها رياكشن كتحطوها لي تما يعني جوا هو الفيسبوك. وبلا ما نطول عليكم نبداو الفيديو على بركه الله. و كان علينا ارسال تلك الرساله لعشرة اشخاص لتفادي كل هذه المصائب. هذا المشكل هذه لم شافوها هذوك خوتنا اللي تيصيفطوك داك الميساج نتاع الا ما صيفطتيش 10 ديال الناس غادي تعيش العذاب. لا شافوا الطرو يسحبهم بالصح. دابا المشكل يسحبهم بالصح يقولوا ها شتو الهضره المعقول ها اللي قلنا لكم صيفطوا 10 الاشخاص باش ما تعيشوش معذبين. احنا راه عايشين معذبين قبل ما يخرج الواتساب. الارض مسطحه لكنها تدور بسرعه عاليه مما يحدث سرايا يجعلنا ندور دائره الشكل. يعني كاين فرنسا تعيد الحجر الصحي بالبلاد المغرب حيتي لي بن فمي يلا عتيبه سولو واش قلتها لك ولا لا؟ قلت لك غادي نديروا الحجر الصحي ها يعني سبحان الله. اوروبا تيحاولوا انه ينقذوه باي طريقه. المغربي تيجي عرفتي منفح تيتستر هو هذاك تيضارب تيقول لك قتلو باش ما يتعذبش. فهمتي جابك الحل اش شو ها قتلو باش ما يتعذبش شو هاك مسكين غير غادي يتعذب وغادي قتلو عافية حكم عليه. والاخر اللي شدو هاتي فري والله لا عندك الحق دوز على امه. المغربي الى ما داش من لهنا غادي يتعطل ورا فري حيت غادي يدوز من لهنا عادي يدور من لهنا غادي يتعطل ولكن هنا اختصار دغيا غادي يدوز. بشحال باش شريتي هاد السروال غير فابور الوالد واقول بوك تاني كنعرف واحد كيعطيك السروال فابور ويزيدك 100 درهم. انا هاد المشكله اللي كنلقاها مع الوالده مع الوالد كيبقى يشوف فيه تنقول له شريتي لعبه وي وبالاخص بعدا لبستي شي حاجه ديما تتقول لك هذه صغيره عليك لا خصك تشري شي وحده كبيره هذه صغيره عليك دائما عندي مع المشكل. وهي الصراحه ما كذبتها هو التريكو هو قصر راه علاش داير له هكا زعما باغي نتبوكس عليكم ولا راه حيت قصير. فاش كطيح المصاصه فوق الزربيه وكتهزها كتولي هاد اللعيبه وكتمشي كتغسلها وكتعاود تمصها بالرول ما كتقلقش يا صاحبي راه غاد حكنا معك ورا غاد معاك صاحبي على التمكري هذا وما صافي اخويا ما بقيتيش كتقبل الضحك وحق الله والله العظيم تيضربك شي ضربه خايبه اللي فهمتي تيقول لك غير ضحكت معك. فاش كتكون معروض انت وصاحبك شي عراضه وكيكون هو جالس في الطابله وانت في الطابله شويه كيبانوا لكم جايين تواصل انت صاحبك عرفتي وفي كيجي التبسيط دابا انت شتي وتدير راسك زعما ما شتيش فهمتي زعما فهمتي راه مسوق انت راك جاي فهمتي معروض على اساس انك معروض ماشي على اساس الماكله المكره وانت راه ربي اللي عالم بك تديرها زعما ولا ضحكتي هكا ايوا وفي كيجي التبسيط اسمح لي وانت ناض متشلح بين النوض ناض والله العظيم هو منين جلس هو اللي عليا انا زعما منين جلس هو نقاني على التبسيط فوقاش يدخل ودابا علاش كتبكي هي الا ما كنبكيش شوفي فيا وعينيها عرفتي حمر وكيبكي وكتسولها علاش كتبكي انا ما كنبكي وشنو هادوك اللي في عينيك شنو وسولناك علاش كتبكي هضري نيشان نيشان علاش كتبكي ها علام تنبكي حيت راكي كتبكي ولا ما كنبكيش والمشكله ماشي غير كتبقى ولا غير قولي لا لا صافي ما كنبكيش ودابا علاش راكي كتبكي لا لا ما كنبكيش لا ورا كتبكي هاد الدموع لا لا ما كنبكيش خصك شي ساعة الارب عاد تقول لك هي
عاد تقولك على متى نبكي، على اساس بكي واقول يا من الاول، من الاول من النطق الاول على اساس بكي، قولي على اساس بكي، على اساس خلينا ساعه الا ربع على اساس بكي. لا ما كنبكيش، ها تكتبكي لا ما كنبكيش، لا كتبكي لا ما كنبكيش. لا ملي كتكب عليها الماء وما كتبغيش تمشي. فاهم ده وبت الحرام تكوانسة وحق الله إلا جد تكوانسة. أو سويبو فاش كتطفي الضو، فاش كتطفي الضو كترجع كتجري لبلاصتك باش ما يشدكش الجن وكتضرب راسك مع الحيط الجن. والمشكلة الجن ما كانش تابعك، والله ما كان تابعك، كان غير واقف مسنتر حتى هو جالس مع لي ما بيتي يشوفك غادي تعال الضو غادي كتجري انت كتضرب راسك مع الحيط. الجن المسكين ما ناض ما ضر ما تبعك ما والو. كنبقى هكا ربع ساعه عاد كتفكر راه كنقلب على الشاجر ولا تلقى واقف. ودابا المشكله كتكون غادي تجيب شي حاجه وكتساها، وشوف سبحان الله وكتساها وكتبقى واقف عاد تفكر بلي راه مشيتي تجيب اولويز. صوتوا على احسن كوبل البن الشاخضه. اوه انا غادي بدون غادي نصوت على شاخضه. غادي نصوت وانتم صوتوا لنا في لي كومونتير. المهم انا تحدي القرن، انا صوتت على شاخضه. فاش كتخدم الصيف كامل وكتشري بي سي جدك، اجي ولدي الله يرضي عليك شوف شحال فيا من كيلو. اح قلبي اح هو بنادم شاري ماك بوك ولا شاري ولا شاري شي بي سي ساوي الفلوس وجدك رقاه وقالوا مال هاد الميزه ما تيخدمش. اح حشتي اح واحد شرى البيرميس وله اش كتعني هاد البلاكه، قال اليوم كاينه الكونيكسيون في الطريق. كاينه الكونيكسيون في الطريق ادير واقيلا اختي ادير اسولها اختي واقيلا ماشي واحد تا اختي قالك دوزات البيرمي. فاش كتقول لك امك سير في خوك وانت مولف مع هذاك الضحك الباسل وكتمشي تبدا تشنف عليه، وفاش كتحيد المنطقه كتلقى باك انت. ناري 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 دبرتي عليها الله يرحمك. نورمالمون الكلب اسرع من بنادم، ولكن بحال هذا الموقف انا اللي عارف. شوف قولوا سبحان الله تيعطيك ربي واحد الجهد واحد التير بوتي يخرج لك من ما عرفتش منين، ولكن المهم كيخرج. او والله العظيم الا الكلب تيبقى موراك بجوج كيلومتر قولوا سبحان الله قولوا سبحان الله. داك خونا اللي عزيز عليه جبت الصداع ولا صاحبي ما جبتش يمو الله يسمح لنا واحد الله يسمح لنا انا كنعترف بها الله يسمح لنا صراحه نديرها اقسم بالله شحال من واحد جبدنا له الصداع شحال من مشكل كبير وقع بسبابي. المشكل هذا بالضحكه ما كنقدرش نفكهم ايوا وما حملتي الدو على هضرتي عاودوا المهم انا مالي. فاش كتسول شي بيلوت شنو هو الحلم ديالك، نخطب شي مغربيه وتقبل عليا هادشي باش تعرف باللي راه فهمتي حنايا راه ما طونسيو راه بيلوت جا عندها ورفضاته باش تزوجك نتايا فهمتي ايوا شتي شتي. خوتي سالت الحلقة ديال اليوم كنتمنى تكون عجباتكم، إلا عجبتكم ديروا لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ما تنساوش تدوزو عندي الانستغرام هاهي والفيسبوك تما كتحطوا لي الفيديو ولا الترولات اللي كنديروا عليهم الرياكشن. تهلاو في ريوسكم وتهلاو في والديكم، يعدونا الحلقة الجاية يتوب عليكم.